أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا أخوكم في الله محمد حلس، المتحدث الرسمي باسم مجموعة رفض المعبر. أطل عليكم اليوم من خلال منبر أخونا الإعلامي عماد زيد لأنقل معاناتكم لأبعد مدى إن شاء الله. فأهلا وسهلا بالحضور الكرام. إخواني في الله، المشاهدين الكرام، نحن مجموعة من الشباب العمال الفلسطينيين في قطاع غزة الذين أصدرنا سجلات تجارية وانتمينا للغرف التجارية أو والاتحادات الصناعية من أجل الحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل. كان هذا باهظ الثمن ماديا علينا، فقد دفعنا ما يقارب 10,000 شيكل في المتوسط. في المتوسط قمنا بدفع مبلغ يزيد عن 10,000 شيكل، ثمن سجل تجاري 2,000 شيكل، فواتير بآلافات الشواكل، إضافة إلى انتماء لاتحاد الصناعات 200 دولار أو الغرف التجارية. بالنسبة للعامل الغزاوي تعب كثيرا وعانى كثيرا، بداية من انتفاضة الأقصى عام 2000، مرورا بالانقسام الداخلي والحصار الإسرائيلي والحروب الأربعة، واليوم العامل الفلسطيني يعاني من المنع الأمني ورفض المعبر. بالنسبة لرفض المعبر فهو مصطلح مستجد حديث لا علم لنا به مسبقا، فلا نعرفه ولم نعهده في من قبلنا. لذلك نحن نطالب السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله بالتدخل شخصيا ومتابعة هذا الملف. نحن أكثر من 5,000 عامل يا سيد الرئيس، قدمنا طلب الحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل، وعادت ملفاتنا برفض المعبر. راجعنا الشؤون المدنية، وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة أفادتنا أولا أن رفض المعبر مدته من أسبوع إلى 40 يوم. عدنا إليهم بعد 40 يوما ولم يتغير شيء، فقالوا من 40 يوم إلى 6 شهور أنت عليك منع أمني. واجهناهم بأن البعض من الإخوة معاهم المغنط، يعني تصريح بالدخول إلى إسرائيل مدته 4 سنوات للمغنط. وكون وزارة الشؤون المدنية هي الجهة الرسمية المخولة بالتواصل مع الطرف الآخر بهذا الخصوص، فإحنا توجهنا لهم مرة واثنين وثلاثة، وعدونا بحلول سريعة وشفافة، فكان لهم كل شكر. ولكن إلى هذه اللحظة، إلى لحظة تسجيل هذا الفيديو، لم نرى على أرض الواقع ما يسر القلوب أو يشفي الصدور. لذلك فأنا أتوجه إليك سيد الرئيس وإلى أخونا حسين الشيخ أبو جهاد حفظه الله ورعاه، بأن تنظروا إلينا نظرة ود وحب ورحمة. الكثير منا من باع الغالي والنفيس من أجل دفع تكاليف إصدار هذا التصريح. الكثير منا استدان من القريب والحبيب من أجل الحصول على تصريح. نحن لا نستجدي أحدا، نحن نطالب بحقنا المشروع، نحن نطالب بحياة كريمة لأولادنا. سيد الرئيس، تعلمنا
منذ صغرنا أن نأكل من تعب أيدينا، وتعلمنا أيضا أنه إذا ضاقت بنا الأمور أن نتوجه إلى الله رب العباد ثم إلى كبارنا. أنت كبيرنا وأخونا الكبير، نطالبك بمتابعة هذا الملف شخصيا وعلى وجه السرعة. بالبلدي يا سيد الرئيس احنا عضلنا رقيق وبنتحملش اكتر من هيك ضغط. احنا بالبلدي بنتكلم، كل الاحترام للجميع، عضلنا رقيق نتحملش اكتر من هيك، اكتر من هيك معاناة بتصير ظلم. احنا يا سيد الرئيس من سنة 2000 الى 2020 واحنا في معاناة دائمة ومستمرة. على سبيل المثال، والكثير من إخواني الذين حصلوا على رفض المعبر من هم أعلى مني شأنا، فعلى سبيل المثال أنا خريج جامعي من سنة 2013، من 2013 ل 2020 وأنا بدور على وظيفة. لو وجدت وظيفة في قطاع غزة ما حاولت أني أحصل على تسريح أو ما سعيت لهذا الموضوع، ولكن نظرا لارتفاع نسب البطالة والحياة القاسية في هذه البلاد وفي هذه الأرض، احنا بنحاول انه نصدر او نحصل على هذا التصريح للعمل في الداخل المحتل. سيد الرئيس كلنا ثقة بك. بالنسبة لإخواننا في الشؤون المدنية وعلى رأسهم أخونا أبو حسام إياد نصر، بارك الله فيه. يا أستاذ إياد كل الاحترام والتقدير لك، وعدتونا بالحلول وما زلنا ننتظر، وكلنا أمل بأن يحل هذا الموضوع على وجه السرعة. احنا بنطالب فقط بنظرة رحمة لشباب كتير عليها ديون وعليها التزامات، دفعت بالبلدي زي ما بيقولوا دفعت دم قلبها عشان تحصل على هذا التصريح. يجيهم رفض معبر ويجيهم اول مرة رجعنا قالوا لنا من 40 يوم لست شهور، رجعنا في المرة الثانية كالعادة قالوا لنا من 6 شهور، من 6 شهور لسنة. نظمنا اعتصام قلتوا لنا في ان شاء الله حلول قريبا ان شاء الله. طيب في خطابك الاخير يا اخونا ابو حسام قلت رفض المعبر قابل للتجديد. احنا من هذا المنبر ومن هذا المكان يا استاذنا ويا اخونا بنطالبك تدخل شخصي وسريع وعاجل لإنهاء هذه المشكلة، وإنه قابل يتجدد. الناس مش قادرة تحمل كمان حمل فوق هالحمل اللي هي حملة، الناس تعبانة هن. الوضع الاقتصادي والمالي في قطاع غزة سيء جدا والكل بيعرف. بدنا منكو موقف الأخ الحنون، موقف الأخ الكبير. من هذا المنبر يا أستاذنا بنطالب إخواننا في الشؤون المدنية، أخونا أبو جهاد، أخونا الكبير سيادة الرئيس محمود عباس بحل هذه المشكلة التي أنهكت العامل الفلسطيني الذي عانى مرارا وتكرارا. العامل الفلسطيني يمثل شريحة كبيرة في هذا المجتمع، بين خريج جامعي لم يحصل على حقه في الوظيفة فتوجه مضطرا مجبرا ناحية سوق العمل، وبين معيل لأسرة كبيرة توجه
لسوق العمل رغم كبر سنه، وبين شباب طموح يسعى لأن يأكل لقمته بالحلال ويعين أباه وأهله. من هنا ومن هذا المنبر الإعلامي أتقدم سلفا بالشكر الكبير والشكر الكثير. أقول سلفا لأني مؤمن تمام الإيمان أن صوتي هذا لو وصل لسيادة الرئيس محمود عباس سيحل هذه المشكلة التي يقع ضحيتها في هذه اللحظة أكثر من 5000 عامل في قطاع غزة تحت مسمى رفض المعبر. هذا الرفض الذي لم نعرفه قبل 21/12. الأمور متضاربة،